ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنكمل معاكم موضوعنا عن تغيير مجال الدراسة أو الشغل، واللي بنسميه بالمصطلح الدارج الكارير شيفت، واللي بيعتبر سلاح ذو حدين ومخاطرة كبيرة جدا. وزي ما اتكلمنا معاكم من شوية قلنا إن الموضوع بقى موضة وبقى الطريق الأسهل والأسرع لأي شاب مش عارف هو عايز إيه، فإحنا جايلنا من هناك يعني حد دارس سوق العمل فهمه كويس جدا، محدش غيره هيقدر يقول لنا الخلاصة من غير تجميل. الحقيقة معانا ومنورنا صلاح أبو المجد المحاضر واستشاري التسويق، برحب بيك. يا أهلا وسهلا، منورنا. الله يخليك. بص قبل ما نتكلم في الكارير والحاجات دي كلها، أنت بتشجع مين؟ في الكورة؟ في الكورة. ماليش في الكورة خالص. مالكش الكورة خالص؟ زيرو. من وانت صغير؟ أنا بحب الرياضات الفردية على طول. ليه بقى؟ جايز علشان انا عمري ما اشتغلت في تيم ورك او في كده، انا طول عمري بحب الرياضات الفرديه وميال للملاكمه قوي بالذات، فموضوع الكره ده ما وبعدين ما بفهمش التعصب والتشجيع ده ليه. لا سيني ولا لياقتي يسمحوا بالكلام ده، بعد الهوا هفهمك. يعني انا لو وانا اناونسد ان انا طالع على قناه الاهلي، في ناس قالوا لي احنا السيديهات موجوده وانا ناس فانز بقى بتوعك طبعا زعل وكده ومش عارفين حصل حاجه. ملوش في الكوره يا جماعه، ملوش في الكوره، مشجعش حد يا جماعه، نيوترال في النص. طيب في البدايه كده عايزين نتكلم معاك، انت ليك تجربه اصلا في كارير شيفت، يعني من دارس حقوق بتشتغل دلوقتي في التسويق ازاي يعني؟ فهمني دي ازاي جت. هو انا اصلا خريج حقوق انجليش، ماجستير في القانون الدولي من جامعه عين شمس، وماجستير تاني في قوانين التجاره الدوليه من جامعه انديانا بوردو في امريكا ما شاء الله. وفضلت حوالي 15 سنه بدرس برايفتلي لطلبه حقوق انجليش، وبارالل للتدريس كنت بشتغل في السيلز والماركتنج والانتربرنورشيب، ان انا كان عندي شركتي، عندي شركه تريننج وماركتنج وكده. اوكي. انا شايف دايما ان انت ممكن تعمل اكتر من حاجه في طالما في طاقه انزل. صحيح. ادي بس ايميها ما كانش ليها مسمى، ما كانش اسمها كارير شيفت، اسمها اكل عيش. ايوه صح، ناكل عيش. فطول ما الموضوع ما كانش ليه مسمى، انت كنت عندك كلير جولز انك عايز تعمل دخل اكتر، عايز تشتغل احسن، ده كان الموضوع يعني. فبعد كورونا ركزت اكتر في السيلز والماركتنج، وبدات اشتغل فيها بشكل مور ان ديب، وبدات اشير اللي انا بعمله مع الناس اونلاين، ففوجئت ان الدنيا اوكي. يس كنت فايرل. جايز علشان الناس بتقول ان حقيقي، ما بجملش الكلام، بقول بسمي الحاجه بمسمياتها. وذاتس واي الحمد لله الموضوع قوي يعني. انا اي تريند ا لوت اوف مالتي ناشونال كومبانيز جوه مصر وبره مصر في حته السيلز والليدرشيب عموما. حلوه قوي. في شباب كتير جدا مش فاهمين المعنى الصحيح للكارير شيفت، بمعنى انه تلاقيه النهارده بيشتغل مدرس، زهق شويه يروح بكره يشتغل محاسب، ومن في النهايه الهدف من ده زي ما انت قلت اكل العيش. انا عايزاك تقول للناس ايه هو كارير شيفت وخطواته الصح. هو اللي احنا بس محتاجين نتفق عليه الاول، ان في مسميين كده مربوطين ببعض بيوجهوا الشباب بتاعنا دلوقتي عشان ياخدوا قرارات. الاولاني اللي هو الشغف. الشغف، الشغف ده بوظ ناس كتير قوي. بهدل الدنيا. مش شغفك سيب شغلانه يعني. والكلمه بقت ابيوزد بقى. أوكي. يعني مبالغ في استخدامها لدرجه ان الكلمه مسخت. يعني انا النهارده ما عادش عندي شغف للعلاقه اللي احنا فيها، ما تيجي نتطلق. ما عادش عندي شغف للمذاكره. لا ده دلع، ده مش شغف. احنا بنحط ميك اب قبل الحلقه، انا عندي كلمه. هند عندها كلمه. ايه بقى؟ لا انا فقدت الشغف، انا فقدت الشغف. ما فيش والله، يعني انت فقدت الشغف، بس الفواتير ما فقدتش شغفها في انها تجري وراك. عندها في فواتير واقساط عايزين ندفعها. ايوه. الفكره ان الكارير شيفت الناس بقى بتتعامل معاه ان هو مرحله لابد من المرور فيها، لدرجه ان انا في ناس بتكلمني مثلا في ثالثه ورابعه كليه، صلاح انا بفكر اعمل كارير شيفت. يا بنعمل كارير ستارت الاول. يعني كارير ستارت بعدين كارير شيفت. اوكي. هي الناس فاهمه ان الكارير شيفتنج ده حاجه روشه، حاجه حلوه. لا، هو احتياج لو لقيت الطريق اللي انت ماشي فيه مش مناسب ليك، او ما بيجيبلكش النتيجه اللي انت عايزها. فالاهم من ازاي تعمل كارير شيفت، ليه تعمل كارير شيفت. فليه تعمل كارير شيفت؟ هو انت عايز ايه من الشغلانه؟ حلو. اي بليف مور ذان 90% من الناس اللي حوالينا مش عارفين هم بيشتغلوا ايه. ده بص، هو اللي انت بتقوله ده مهم قوي، بس تعالى طب نفصل، او انا واحده مثلا ازاي، او اللي بيتفرج عليا دلوقتي ازاي يفصل من ان هو زهقان شويه وعنده ضغط من الشغلانه ومش عارف اذا كان بيحبها ولا لا، ولا فعلا محتاج ان هو يغير والشغلانه دي مش مناسبه بالنسبه له. والله يعني ازاي؟ احنا ممكن نثير الجدل كده ونسال سؤال، هو انت ليه لازم تحب الشغلانه؟ اوكي. هو اسمه شغل، لازم القلب والعقل. لا ما هو انت بتقضي في الشغل
90% من يومك مثلا ماشي. فمش معقوله 90% من يومي يبقى في حاجه مش حاببها، صحتي هتتاثر، نفسيتي هتتاثر، على الاقل ابقى حاببها. اوكي، ما تيجي نبعد عن التطرف. هو انا مش لازم احب الشغلانه او اكره الشغلانه، ممكن ابقى اوكي مع الشغلانه. يعني الشغلانه طالما مش ازياني نفسيا عن طريق ان هي مثلا مش بيئه سامه، ما فيش فيها حد بيضايقني، ليها تقدم. انما الناس متوقعه ان احب الشغلانه دي ابقى نازل كل يوم الشغل وانا طاير. مستحيل مستحيل. احنا ما بنجيش كده والله، احنا بنحب الشغلانه ما بنجيش كده. اتس اند داونز يعني الطبيعي. وانت لما تحب شغلانه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على خاصيه التاقلم. فانت هتتاقلم على الكويس النهارده، واللي كان مثير ليك النهارده بكره هيبقى ممل. صح. وسنه الحياه الروتين. يعني اي بليف ان انتوا فاكرين كويس قوي اول لما بداتوا تشتغلوا ورايحين التي في ورايحين القناه وهنتصور. اتس فيري اكسايتنج. دلوقتي بقى ايه؟ والمنبه بيضرب الصبح. هي في صح يس. بتبقى يس. وظيفه في الاخر زيها زي اي وظيفه. فعشان كده انا بقول للناس دونت تشيس يور باشن، ما تجريش ورا شغفك. اجري ورا اقساطك ورا احتياجاتك ورا مهاراتك. بس ده مختلف عن كل اللي الناس بتفكر فيه. بالظبط. انه امشي ورا الشغف بتاعك عشان معلش. الشغف هو اللي هيخليك معاك فلوس ان شاء الله. طيب مفيش الكلام ده. طب انا هسالك سؤال، هل في حاجه ممكن اعملها بالورقه والقلم كده تخليني احب شغلي اكتر؟ الفلوس اللي جايه من وراه، بس العلاقات اللي جايه من وراه، النجاح اللي جاي من وراه. اوكي. احب يعني ايه احب شغلي؟ يعني اكمل، يعني اصحى كل يوم زي ما انت بتقول بروح حلوه بيرن. ما هو انزل واروح الشغل. ما هتنزلي هتنزلي. بس ليه ممكن تنزلي وانت مش متضرره وانت يعني مودك احلى شويه؟ يعني فاهم قصدي؟ يعني بصي حضرتك، انا ضد القطبيه عموما، يعني ضد انك لما تيجي توصف اي حاجه تحطها بين قطبين. احب اكستريم اوكي يس. في النص اوكي تمام ماشي. فانا ممكن النهارده ابقى مبسوط في الشغل، بكره مزاجي وحش، بعد انا نص نص، بعد وانا كنت زهقان، بعد انا كنت فرحان. ما ينفعش تاخد الباكج على بعضها فصص اليوم. النهارده انت بعت بيعه حلوه فمزاجك حلو، النهارده كلاينت قال لك لا فمزاجك وحش. ات هابنز ابس اند داونز. انما لو فضلت تجري ورا الراحه المطلقه مش هتفضل تلف حوالين نفسك، مش هتوصل لحاجه. مفيش راحه برضه مطلقه. مفيش. يعني خلينا متفقين. انت كنت بتقول من شويه يا صلاح حاجات معينه، بتقول طالما شغلي ما فيهوش كذا وكذا وكذا مش لازم احبه. ايه الحاجات اللي لو موجوده في الشغل احس انه انا لازم اتحرك من المكان ده؟ سؤال حلو يا استاذ هند. شكرا. اوكي شكرا. لو لقيت ان الشغل ده اخره واضح، بمعنى ان انا وصلت لليفل معين ومفيش بعد كده. اوكي. مفيش مجال، مفيش روم فور جروث، مفيش مجال للنمو. تمام. لو المدير بتاعي ما بيساعدنيش اتعلم. بس برضه يعني عايزين نحط كذا خط تحت موضوع المدير ده، لان في ناس بتتلكك المدير قفش عليا. ما طبيعي ان يقفش عليك، ما انت شغل. الناس بقى فاكره ايه ان المدير اللي هو ايه يخش الصبح على الموظفين يلا 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 نشوف الشغل. لا مفيش الكلام ده. يعني لازم نفرق ما بين المدير الشرير والمدير الحازم. تمام. انت يكفيك ان المدير بتاعك يكون فير. لو هو فير طبعا وفير مش من وجهه نظرك. عشان انت نفسك مش فير. فير من وجهه الستاندردز بتاعت الكوميونتي اللي انت شغال فيه. طالما في مجال للنمو وطالما بتتعلم حاجه جديده ليه تسيبه؟ طالما مفيش اذى نفسي حقيقي حقيقي، ما تبقاش بتتدلع. لان دلوقتي الناس كلها بقى بتحب تحط مسميات، تقول لك توكسيك ورك انفايرمنت. طب ليه توكسيك ورك انفايرمنت؟ عشان انت بتيجي متاخر والراجل زعق لك، فانت توكسيك ورك انفايرمنت. انت كنت بتدلع. اوكي. الناس ما بتحبش الكلام ده. صح. يمكن هو اللي بيقوله ده صح. الناس بتحب ايه؟ لو زعقتي لي، لو بصيتي لي وحش، دي بصيت لي وحش. بالظبط. طب انت قلت في بدايه كلامك ان انت اول لما ابتديت تتكلم وتنقل خبرتك للناس وصلت للناس وحصل فايرل. ايه اللي خلى الناس تصدقك؟ يعني نجاحك ولا الدروبات اللي حصلت في حياتك؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. احنا لازم نتعامل مع النجاح الظاهر اللي على السوشيال ميديا بمنتهى الحرص والحذر. لان السوشيال ميديا خداعه. ومش شرط الناس اللي شايفيني حاطيني في مكان ناجح معين ابقى انا في المكان ده. ممكن ابقى فيه، ممكن ابقى اعلى منه، ممكن ابقى ولا حاجه خالص. اعتقد الحاجه اللي خلت الناس تصدقني هي الصراحه. I'm being blunt. انا ما بحاولش اجمل الكلام، وكل اللي بحاول اعمله اني اقول للناس انا غلطت في ايه، فما تغلطوش الغلطه دي. ده سبب على فكره. ما بحاولش. انت مش طالع تقول انا بيرفكت. يس يس. لا 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 لا. طالع تقول انا غلطت في كذا فما تغلطش الغلطه دي. ده سبب. ودعاء البرفكشن.
فلا انا غلطتي كذا انا كذا يعني. حتى انا بطلع اتكلم اوبنلي قدام الناس على ان انا لحد النهارده انا كلينيكال ديبريشن بيشنت، انا مريض اكتئاب وبتعالج وباخد ادويه عشان اعرف اشتغل، وبتكلم في ده عادي. لان الناس كلها فاكره بسبب السوشيال ميديا ان حياه الناس كلها حلوه وانا حياتي اللي وحشه. الناس كلها حاسه بالتقصير حقيقي، لدرجه ان الامريكان بورد اوف سايكولوجيست بقى حاطط كده في تعريف طبي للسوشيال ميديا ديبريشن، اكتئاب السوشيال ميديا. وده بنشوفه في اولادنا، تلاقي الولد صغير او بنت صغيره يقول لك انا ما حققتش حاجه في حياتي، ان انا النهارده قد كنت عايز اجيب كره مكسه اقصى طموح، مش عايز حاجه اكتر من كده في الدنيا يعني. فالبريشر صعب. خليني اخد من كلامك عن السوشيال ميديا وناخده في حته الشغل. اوكي، هل السوشيال ميديا خلقت ستاندردز او معايير مختلفه للشغلانه؟ انا عايز اشتغل شغلانه بالشكل المعين، كل الناس بقت عايزه تشتغل شغلانه فيها جزء من الشهره. هل شايف ان السوشيال ميديا اثرت على اختيارات الناس لشغلها؟ ديفينتلي، يعني بلا جدال. نتعامل بقى ازاي مع ده؟ نتعامل دي عايده على مين؟ احنا مين؟ على انا طالب لسه في الجامعه، اللي لبس لبس خلاص زي ما بيقولوا بالظبط. الشباب الصغير اللي لسه بيختار. انا عارف ان الموضوع هيبقى صعب، لان الشباب الصغير بمنتهى الامانه مش لاقيين حد يتكلم معاهم، فالشاشه اللي بتتكلم معاهم وابوه او امه بيكلموه باللغه بتاعه العصر بتاعهم مش بتاع الشباب الصغير. فستيل بيبوش عليه ان يا ابني اطلع موظف يا ابني اطلع دكتور. هو في نفس الوقت هو شايف، طب ليه ما انا ممكن اطلع كونتنت كرييتر، طب انا ممكن اطلع بلوجر، ما ومفيش كومن جراوند للنقاش. فلو هنصح الشباب الصغير بحاجه، ماشي خليك على السوشيال ميديا بس اوزن، شوف ناس حياتها بيرفكت وشوف ناس حياتها عاديه، يعني حاول تسلكت الكونتنت اللي هتتفرج عليه. ومن الحاجات اللي انا دايما بنصح بيها الشباب الجميل اللي في الجامعه، ودي حاجه انا كان نفسي تبقى موجوده على ايامي، الستودنت اكتيفيتي. فكره انك في كيانات عظيمه زي اناكتس زي ايزك زي كوميت، زي الولاد بيخرجوا من الكليه كواليفايد 10 اضعاف الناس العاديه لسوق العمل. تلاقي الواد صغير في السن وعارف يعني ايه اتش ار، وعارف يعني ايه انترفيو، وعارف يعني ايه التزام بمواعيد، وعارف يعني ايه بلاننج، وعارف يعني ايه كوميتمنت قدام الناس. لان دايما اللي ما بيبقوش في الاستودنت اكتيفيتي في الجامعه بيتنمروا على اللي في الاستودنت اكتيفيتي. يقول لك يا عم الميتنج، أيوة يا عم انت رايح فين، انت نرد وبتاع. بس في الاخر لما نيجي نتكلم في التوظيف، انا مثلا في الشركه اللي عندي، لو انت ما كنتش في الستودنت اكتيفيتي في الجامعه انا مش هعمل معاك انترفيو. انت هتهبطني. انا لسه هبدا اعلمك من اول وجديد. لو جالي بستودنت اكتيفيتي بلس دي انت عديت 60% من الانترفيو. طيب في ناس بغض النظر بقى عن شيفت كارير، انت دمرت لنا فكره الشغف خالص. فالناس اللي بتبقاش حابه، طب حد بقى عنده حاجه واثنين وثلاثه بيعملها، اوكي، بتغني مثلا وبتشتغل كذا وبتشتغل كذا ومش عارفه تخصص نفسها في ايه، تعمل ايه؟ وهل انت مع ولا ضد ان الواحد يبقى بيعمل، انت قلت ان انت مع بيعمل كذا حاجه، بس ازاي بقى اشغل ده صح واستفيد منه ويبقى حاجه بتجيب لي دخل، واختار ازاي؟ طيب بما ان انا راجل كنت بدرس اقتصاد، اوكي، في حاجه اسمها ماركت ايفالويشن اوف ذا ريسورس، او تقييم السوق للموهبه. انت ممكن يكون عندك موهبه بس الموهبه دي في السوق اللي احنا فيه ده تمنها مش قوي. أوكي. يعني مثلا لو انت موهوب لدرجه العبقريه في الملاكمه في مصر، ثمنك هيبقى اغلى، ولا واحد موهوب 30% في كره القدم ثمنه يبقى اغلى؟ كره القدم طبعا. فبلاش تقاوح السوق. لو التالنت بتاعتك مش ماشيه مع الماركت، مفيش قدامك غير حاجه من الاثنين، يا تغير التالنت يا تغير الماركت. اوكي، تمام. يعني انا بستغرب من الناس اللي هم مثلا بيلعبوا رياضات فرديه يقول لك احنا مش متقدرين في مصر. مين اللي يقدرك؟ هو الجمهور اللي بيتكلم. احنا دلوقتي بقينا عايشين في عصر في الاقتصاد اسمه عصر سياده المستهلك. صحيح. والله لو انت بتجيب مشاهدات هتتقدر، ما بتجيبش مشاهدات مش هتتقدر. بلاش تشعر بالاستحقاق ان طالما انا موهوب وطالما بتعب انا استحق اني اكسب. لا، لازم تسمع للسوق. ودي الازمه اللي بتقابل الاغلبيه الكاسحه من الموهوبين، ان مفيش عندهم بزنس سنس. هو واقع في حب نفسه وحب موهبته ومش شايف السوق عايز يعمل ايه. اوكي، فدي اول حاجه من ناحيه انك تقرر تتخصص في ايه. تاني حاجه، في واحد ابن حلال كده في علم الاداره اسمه مازلو، عمل هرم اسمه هرم مازلو للاحتياجات. نمشي بالترتيب، تخلص حاجات الحياه، الاكل والشرب، بعدين السكن، بعدين الحاجات الاجتماعيه، بعد كده حب الاخرين، بعد كده تحقيق الذات. ف
اللي انا بس عايز اقوله ده ممكن يبقى صادم الناس، ان الناس اللي بتبقى عندها شغف والشغف ده يجيب لها فلوس وبتبقى عارفاه من وهي صغيره لا يتجاوز الواحد في الالف. يعني لو انت حاسس ان عندك شغف لحاجه معينه بنسبه 99.9% انت غلط. الناس اللي هي بتبقى مولوده تالنتد زي لاعب كوره، زي ممثل، ام كلثوم، زي الناس دي، واللي اقل منهم هم اللي ما عندهمش موهبه بس عندهم الكوميتمنت فبيعرفوا يعملوا مهاره، زي كريستيانو وزي محمد صلاح. زي صلاح صح، برافو عليك. تمام. خلاصه الامر ان الاثنين تمنهم غالي قوي، وبتاخد من وقتك وصحتك وعمرك. واللي انا دايما بقوله للناس، والناس ساعات بتنتقدني في اني بسود الدنيا، طريق النجاح طريق موحش ووحيد جدا جدا. صح. هتتخلى عن حاجات عمرك ما كنت تتخيل انك تتخلى عنها. هتتخلى عن صحاب، تتخلى عن علاقات اجتماعيه، تتخلى عن كل حاجه. صح صح. كل حاجه يعني، حتى كده في مقوله يقول لك انت تقدر تحصل على اي حاجه في الدنيا لو مستعد تتخلى قصادها عن كل حاجه في الدنيا. بس الفكره ان مش كل الناس مستعده تدفع الثمن ده. ايوه بس مين ممكن يحصل على كل حاجه في الدنيا برضو؟ ما هو مبدا غريب جدا. تحصل على اي حاجه لو هتتخلى عن كل حاجه. فاجابه على سؤال حضرتك، اعمل ايه واختار ايه؟ احنا في عندنا علم كامل في الحياه اسمه علم الاقتصاد. علم الاقتصاد الناس بتترجمه ان هو علم الاختيار والتضحيه. هتعمل حاجه هتسيب حاجه. انا جاي لكم النهارده سايب حاجه. حقيقه انتوا جايين النهارده الشغل سايبين حاجه. دي حقيقه. فمفيش حاجه اسمها هعمل هنجح في كذا حاجه جنب بعض. فانا عايزك تفرق ما بين ايه اللي بياكلك عيش، وايه اللي هوايه، وايه اللي مشروع مستقبلي. ايوه. عشان توزع مجهودك صح. حلوه دي. حلو. حلو اللي بياكلك عيش. تاني بقولهم ايه اللي بياكلك عيش؟ كان ايامي انا التدريس. اوكي. تمام. ايه اللي هوايه؟ كنت هاوي التريننج. ان انا افدي تريننج قدام، فكنت بعمله من غير ما اخد فيه مقابل، بسن مهاراتي. ايه المشروع المستقبلي؟ ان افتح شركه، فكنت بذاكر لها. اوكي. فكنتش ببذل نفس المجهود في الثلاثه. وما توقعتش من كل واحده النتيجه اللي هي من الثانيه، يعني ما استنتش من الهوايه ان هي تجيب لك الفلوس بتاعت المشروع المستقبلي. ده يخليني اعرف اخد قرار في حاله تعارض الاولويات. يعني انا النهارده عندي ساعه، عندي ساعه فاضيه اشتغل فيها، وعندي فلوس متاخره، يبقى هبذلها في الهوايه ولا في الشغل ولا في المشروع المستقبلي؟ الشغل بس كده. نروح لحته من كلامك، انت كنت بتقول لما بنتكلم على شباب صغيرين خليك على السوشيال ميديا واشتغل حاجه جنبها. في حاجه مهمه جدا جدا، الا وهي انه مش كل الناس مؤهله ان هي تقدر يبقى عندها متابعين، مش كل الناس مؤهله ان هي تتعامل مع الشهره، ومش كل الشهره بتجيب فلوس. ويمكن ده مفهوم عند الشباب الصغير، انا هعمل تيك توك ومش عارف ايه واتشهر وهيخش لي في الشهر 60,000 جنيه. 99% من المشاهير اللي انتوا شايفينهم شبه مفلسين. طبعا طبعا. يعني انا كنت لسه عامل تريننج في دبي الاسبوع اللي فات لانفلونسرز. اوكي. يعني كان التريننج بزنس سيلز تريننج للانفلونسرز، كان اسمه بنك اكاونت فيرسس فولورز كاونت. يعني أوكي. انت عندك فولورز قد ايه وحسابك في البنك قد ايه. اوكي. صدقيني والله الاغلبيه العظمى من الناس بتعرف تو بيرفكت اللقطه. فيتصور جنب مكان حلو، يعمل تشيك ان في اوتيل وهو عادي معدي من هناك. بس هو يبدو للمتابعين ان حياته كلها بيرفكت. which is not true. not true خالص. الاغلبيه الكاسحه فلوسهم مش زي ما هم فاكرين خالص خالص. بس علشان اكل العيش لازم نظهر الكلام ده. وانا بدوي انا لا اقصد باي شكل من الاشكال اتهام اي حد It's a job description. بالظبط. يعني خلينا نقول انه سوشيال ميديا انفلونسر او بلوجر هو مهمته انه يطلع الحاجات شكلها حلو علشان يتكلم عن برودكتس يقول ان هي حلوه بشكل ما. دي جوب ديسكريبشن بتاعته مش حياته. عندي خناقه اصلا بس مش عايز افتحها بصراحه. انا I don't believe ان في حاجه اسمها انفلونسر او بلوجر. ليه بقى كده؟ ليه نخبط في بعضينا؟ قول قول لا صح يعني قول I don't ده رايي الشخصي واللي مش شرط يطلع صح خالص. بس انفلونسر جايه من انك يو كان انفلونس بيبلز ديسيجن، تقدر تاثر على قرارات الناس. اوكي. ما ينفعش تاثر على قرارات الناس بانك بتاخد صور حلوه. This is not influencer، ده بلوجر اللي المدون اللي بيدون حياته او بيدون لحظات. الانفلونسر اللي بيعمل كونتنت زي ما انت بتقول كده بالظبط بيأثر على الناس. يعني انا احترم قوي اللي بيعمل حاجه وجنبها هيز انفلونسنج بيبل من الحاجه اللي هو بيعملها. طبعا عنده الاول بالظبط، عنده كارير بالظبط، لعيب كره شاطر، عنده بيزنس، عنده كذا، بيعمل حاجه وبيشير حاجه. انما ليتلي بقى
ان اي حد شكله حلو في الفلتر بقى في الفلتر عايزين نعمل حلقه للفلتر والله حلقه للفلتر ده هتزعل ناس كتير ده تقصر جواز مصر دي اي حد بيحط فلتر كويس بقى يطلع ويخلي الناس اللي بتتفرج عليه حاسه بالنقص طبعا عارف ان الكلام ده هيعمل مشاكل مع ناس كتير بس والله لا اقصد شخص بعينه ابدا وانا بقول رايي لا لو في ناس كتير متفقه معاك وفي ناس هتعارضك وعادي احنا بنطرح الفكره يعني طيب قولي لا انت اللي هتقولي والله طب انا هقول لك على حاجه قلتها في الكورس بتاع في التريننج بتاع بزنس انفلونسرز ده قلت لهم يا جماعه خليني اسالكم سؤال لو بكره الصبح كل المتابعين بتوعك صفر. فقدوا البصر هتاثر فيهم بنسبه كام في الميه حلو سؤال حلو قوي الاغلبيه ما عرفتش تجاوب اوكي بعد الهوا هبقى اعرف اساميهم عشان ده مهم قوي اخيرا احنا وللاسف وقتنا خلص عايزك تقول نصيحه للشباب اللي بيتفرجوا تنصحهم بايه ابدا غلط برافو والله برافو. والله انا بص ابدا غلط برافو والله برافو شابوه يعني بس اقفلك عشان دي اكتر حاجه بطل تستنى البدايه البيرفكت انا بقول لك اهو روح اغلط لانك مفيش حاجه بتعلم الا الغلطات فابدا غلط فانت لو خايف تبدا صح انا بقول لك ابدا غلط صح صراحه انا بشكرك انت نورتنا وبتمنى لك مسيره مليئه بالنجاحات وان شاء الله الدبريشن يروح وتبقى زي الفل ان شاء الله نورتنا ان شاء الله بتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل صوتك وصوتنا لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وخصوصا الشباب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا